طبعا يا سلمى مش محتاج أقولك إن أنا خليتك آخر واحدة ليه؟ لا محتاج بصراحة، اشمعنى فعلا أنا آخر واحدة؟ عشان أنتي من أنشط موظفين الوكالة، ودي أنا أول مرة أقولها على فكرة. بجد؟ أنا سعيدة جدا إنك قلت لي كده. سلمى أنا عاوزك تنمي مهارات التواصل عندك يا سلمى. إيه مهارات التواصل دي؟ أنا كمان مش بصي، دوري عليها واعرفي ونميها، دي مش شغلتي. يا ريت الميتنج اللي جاي ألاقيكي طورتي من مهاراتك الذاتية، ولازم لما تمسكي كامبين تهتمي بيها وتعامليها كأنها الأكلة اللي بتحبيها. يعني أعمل فيها إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. يعني تشوحيها على الكامب ده والكامب ده لحد ما تستوي على الكامبين. يا سعد، هو في ايه؟ معرفش في ايه، انا قاعد في مكتبي والله. انا جات لي رساله على موبايلي مكتوب فيها اللي خايف يروح. تلاقي حد بعت لك الرساله كده وخلاص؟ يعني زي الرساله اللي كانت بتيجي بتاعت انزل بلد عمك لقى تمثال ولو تعرف تصرفه وهربه الكلام ده. معرفش يا سعد، بس انا خايف فعلا. حسن انت بتحور عشان اقول لك روح يا حسن، صح ولا انا مش واخد بالي؟ والله ابدا، بس الموضوع مقلق جدا. تلاقي بس حد صاحبك بيعمل فيك مقلب ولا حاجه، ما تجيبش بس انت سيره لحد عشان ايه، ما تعملش قلق في الوكاله. جماعه هو في ايه؟ في ايه ازاي يعني؟ انا جات لي مسج على الموبايل بتقولي لو خايفه على عمرك روحي. انتوا ليه يا جماعه محسسيني ان انتوا مستهدفين قوي؟ يعني ده اكيد حد بيبعت لاي رقم عشوائي كده وخلاص بالصدفه. يعني هو انا الموبايل اللي رن ده ولا ايه؟ تقريبا كده. ايه الصدفه دي؟ معقوله الرساله جات لي انا كمان ولا ايه؟ طب اقرا وشوف، يمكن رساله عاديه. اكيد يعني رساله عاديه. ايه مش فارق معاك عمرك، خليك في الشركة ما تمشيش يا سعد. قالك يا سعد؟ مش يمكن الرقم بتاعي ده كان مع حد قبلي برضو اسمه سعد؟ يعني يا جماعة أنا هموت من الرعب، تعالوا نشوف الباقي فين وبيعملوا إيه. أهم حاجة بس يا جماعة ما نحسسهمش إن في مشكلة عشان ما نعملش قلق وزعر في الشركة. طب بصي يا جيسي، تعالي نفكر كده، مش ممكن نكون أذينا حد أنا وإنتي وبيردنا اللي عملناه فيه؟ ما أعتقدش يعني إن أنا مهما عملت أي حاجة في حد يوصل إنه يبعتلي رسالة يقولي يا جيسي أيامك في الدنيا معدودة. احمدي ربنا، أنا بعتلي الموت قريب قوي منك. أنا مرعوبة بجد هموت. إحنا مش عايزين نقول لأي حد على موضوع الرسائل ده. أنا فعلا فكرت في الفكرة دي، هيقلقوا مننا يا بنتي، يفتكرون عملنا مصيبة ولا حاجة. بس 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 عشان جايين. يا شباب مالكوا قاعدين لوحدكم ليه كده؟ هو في حاجه ولا ايه؟ لا هيكون في ايه يعني، انتوا اللي قاعدين لوحدكم. واحنا هنقعد لوحدنا ليه يعني؟ واحنا خايفين ولا ايه؟ ولا احنا هنخاف من ايه يعني؟ بصراحه انا خايفه، انا جات لي رساله مخلياني هموت من الخوف. وانا كمان. جماعه لو سمحتوا امسكوا نفسكم شويه، ما تخوفونيش اكتر ما انا مرعوب. واحنا هنفضل في رعب كده؟ احنا نكلم الحكومة. ايوة احنا كلنا نقول لهم ان احنا جايلنا رسالة تهديد كلنا، صح؟ صحيح. وفين عصام؟ عصام؟ ثانية كده يا جماعة، بعته على الواتساب. ايه ده اونلاين وبيسجل لي كمان. ده هيبقى حالكو كلكو لو مش مأمنين على حياتكو مع شركة حياة افضل. هتعيش في رعب وقلق وخوف، واي رسالة هتجيلك هتخليك ميت في جلدك. امن تعيش مرتاح. ايه رأيك يا جماعة في فكرة الكامبين والإعلان دي؟ حبيت بس أزودها شوية عشان أقنعكم بيها. يا ابني طب يا جماعة، طب نتفاهم، طب اسمعوني، طب اقتنعتوا ولا لأ؟ اسمعوني بس. منظري ايه انا يا سيزفت انت، وانا واقف قدام الشركه كلها كده وانا مبلول؟ يا شيخ حرام عليك، ده احنا كنا هنموت كلنا. يا جماعه الموضوع بسيط، كل الموضوع ان انا بعت لشركه التامين قلت لهم ان احنا عندنا افكار حلوه، فطلبوا مني اقدم لهم فكره، فكنت عايز اجرب معاكم واشوف الفكره دي جامده ولا لا. بس علشان تجرب الفكره تموت صحابك؟ بس بغض النظر عن الهبل اللي انت عملته فينا والرعب اللي عايشتنا فيه، بس بصراحه الفكره حلوه، حلو قوي ان احنا نشوف الافكار عملي دي. طب الحمد لله انه ما دخلش قتل حد فينا عشان يقنعنا ان احنا نأمن على نفسنا. والله هي الفكره دي جات لي ما اكدبش عليكي، بس ما حبيتش بقى دم وزروطه والجو ده ونبهدل المكان. طب يلا يا جماعه كله يفكر ويشتغل بقى المره دي بجد، والعميل هيبقى هو الحكم. مش فاهمه يعني هنعمل ايه يعني؟ يعني عاوزكم تقعدوا مع بعض كده وتسجلوا لي اعلان صوتي نبعته للعميل وهو اللي يحدد حلو ولا لا، وانا واثق فيكم يا جماعه وفي دماغكم. ان شاء الله هنشرفك يا سعد بيه. ان شاء الله انت بالذات هتجيب اجلي. هو احنا فينا حل نفكر ولا نشتغل بعد الخضة دي؟ انا عندي فكرة،
تيجي نعمل تقرير عن عدد الوفيات في مصر ونقول للناس إن العدد ده لو مؤمن على حياته كان أهلهم دلوقتي استفادوا. أنا مش فاهم يعني، إحنا كده بنشجع الناس تموت مثلا؟ لأ، إحنا عاوزين نقول للناس أهمية وفوائد التأمين على الحياة. بالظبط كده، وإن إحنا مش بنفول عليهم مثلا. أيوة فعلا، علشان في ناس بتتشائم من سيرة شركات التأمين على الحياة. طيب إحنا كده كلنا متفقين، نفتح بقى الكمبيوتر ونسجل إعلان احترافي نبهر بيه الشركة ونبهر بيه سعد بيه. يلا بينا. يا مدير، بعتلك الإعلان على الواتساب وكمان بعتلك رقم الكلاينت. وصل يا فنانين يا كبار، وأنا عشان واثق فيكوا قوي هبعت الإعلان على طول للكلاينت من غير ما أسمعه أساساً. طب بعد ما تبعته اسمعه علشان تعرف المواهب اللي شركتك بتمتلكها، طبيعي يعني. أنت قلت تمتلكها يا حسن، إيه النضج اللي حل عليك ده؟ أهو الإعلان وصل له وزمانه بيسمعه. يلا إحنا كمان نسمعه. بسم الله. أنا مش زعلان إن بابا مات علشان مأمن على حياته، وحجيب الموبايل اللي نفسي فيه لما نقبض التأمين. أنا كمان بنت المتوفي وكنت حزينة جداً على بابي وعمال عيط بس لما عرفت انه مأمن على حياته مع شركة حياة أفضل بقيت في غاية السعادة. أنا بقى موظف في شركة حياة أفضل، أمن على حياتك وفرح عيالك. أنا مرات المتوفي، ربنا يرحم جوزي، كان مدلعنا في حياته وهيدلعنا في مماته لأنه مأمن على حياته مع شركة حياة أفضل. بابايا كان تعبان جداً ودخل المستشفى، بس ما كناش قلقانين خالص إن يجراله حاجة لأنه مأمن على حياته. وحياتك لا تأمن على حياتك ودلع عيالك بعد مماتك. شباب، في حاجة غريبة قوي حصلت. الكلاينت جاب سيرة كل اللي اشتغل في الإعلام بكلام وحش، كلها هاشتاجز وحروم وأرقام وبتاع، وعمل بلوك. الموضوع غريب شوية، الحمد لله أنا ما اشتغلتش معاكم فيه.